هذا الشيء أصبح واضح، لأن هاد الناس أصبحوا يرون العدو في تقاعد الوزراء والبرلمانيين. يعني بغوا يحيدوا التقاعد باش يحيدوا الأزمة. أقول لهؤلاء راكم غير كتحلموا، وأن الغرض ديالكم يا من يصفكم سيد رئيس الحكومة بسكان الفيسبوك هو التشويش على الحكومة، وإلا كان هذا غرضكم هو أننا نخرج طوال من بعد نهاية الولاية، راكم واهمين. لانتريس غادي يبقى البرلماني 8000 درهم والوزير 39000 درهم، وهذا هو القانون واللي أعطينا اختو يجديها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.